سلام بنات، اهلا، كديرين؟ لاباس عليكم؟ ناشطين؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. والمهم نهار جديد وفيديو جديد معاكم. سمحوا لي البنات، البارح ما حطيت لكم والو، البارح ضال الله غير مع جنات. نتوما البنات انا راه تلعب بتشنقات شويه، ولكن كي الحق غير تلحق العشيه ما نقولش لكم. صافي كد السخانه عذباتني الصراحه دي يومين، علاش البارح صافي بقيت غير مقابلاها، ما حطيت لكم، ما قديتش اصلا نصور مع كتبيتني فايقه الصراحه. واش غنديروا البنات؟ الصبر وخلاص. انا عشان نقول لكم البنات معانا ما كاينش راجلي، كنخاف من السخانه، شكون بحالي؟ عرفتوا غير كتشد بنتي السخانه غير شويه صافي كتنعود انا في الخلعه، قلبي كيبغي يوقف ليا الصراحه، كنعود نجري من هنا حتى تهبط ليها السخانه. مازال مني كان راجلي كنحس، ممكن نحس براسي راه معايا، كتحس لا بخوف لا والو، عرفت شو خايبه بزاف والله. الصراحه هادشي اللي كاين البنات. المهم هنايا اش نقول لكم، نهير اليوم زوين 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 زوين، ديال الشقه وديال التخمال وديال الشماش، واخا ما عرفت فين نمشي انا. اش نقول لكم البنات، فين ما نمشي ضروري خاصني نخمل، وضروري خاصني نشمش، ضروري كتحسي بواحد الراحه الصراحه. وما بالنسبه للبنات اللي سولوني على كارتا كويستا، كارتا كويستا راني حطيت لكم قبيله ونصات البنات، قلت لكم راه رسلوا في كارتا كويستا. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش بصاتو راهم رسلوا اليوم، اللي بغات تقدم لي بغات. المهم واخا غير شي حاجه، ماشي شي حاجه كثيره، ولكن البنات عشان نقول لكم راه بزاف البنات كيسولوني لا في الانستغرام لا في اليوتيوب لا هادشي اللي كاين اخواتي. المهم هنايا كنصبن في هاد الشقاره ديال صابرين. اش نقول لكم، هنا قالت لي ماما في القسم كنحطوها بعض المرات كتبغي دير ليهم الكومبيتي بحال هكا، كان عندهم ماشي الكومبيتي، كان عندهم بحال فرد ولا شي حاجه، كيهزوا الشكير ما كيبقاوش حداهم في الطاوله، كيهزوا الشكير يحطوهم حدا المكتب. ايوا هنايا البنات نقول لكم رجعت حالتها، بانت لي حالتها مسخه، درت ليها واحد الشوكولاته عندها قديمه وخديت هذه صبنت عليها. صافي هنايا البنات كنصبن في الزربيه، باغا ندير واحد التخميله ان شاء الله للبيت ديالهم، ونبدل لهم ان شاء الله ليزارات، وغنشارك معكم هذوك ليزارات اللي كنت خديتها البنات بونايره. المهم بالنسبه للبنات اللي في المغرب تقريبا 10 دراهم باش خديتهم، وغنشوفوا كيفاش غايجي. المهم ان شاء الله غنخمل البيت وغنخرج هذوك الناموسيات يتشمشوا، بما ان هنايا البنات كاينه الشمس، عرفتوا ما نقولش لكم الشمس بحال شهر ربعة بحال شهر خمسة، عرفتوا كاينه الشمس حاره. صافي البنات هنا ان شاء الله غنكمل هاد الزربيه ونشللها مزيان، راني هنايا كيف ما كتشوفوا فاش زوين هاد الباركو البنات. اش نقول لكم، ديال الصبان باغا نبدا نصبن في الكواش، ولكن بغيت ناخذ شي بانيو كبير بحال هكا نبيتهم كل نهار نصبن كاشه. ولكن ان شاء الله ماشي دابا حيت باقا شويه كاين البرد. صافي هنا البنات جريت التيو، وجنات هي اللي كتحل ليا في الماء. المهم هنا عندي التيو بعدا هنايا، اش نقول لكم البنات اللي عندها شي ماطه مسخه تجي عندي. اش نقول لكم، كتصبني مرتاح هنايا الصراحه.
صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا بدلت الخاميات حتى هما البنات، درت هادو البيضين، هادو كان عندي في البيت ديالي وحيدتهم، درت خامية اخرى وهادو شتهم لهنايا. شوفوا البنات كيف جاو، جاو الصراحة زوينين، خليو لي الرأي ديالكم، جاو فنين فنين الصراحة. واخا كون كانوا جوج بحال بحال غيعطيو المنظر كثر، عطيو المنظر كثر زوين. صافي ودرت هادوك المخيدات بيضين كانوا تما في القهوة، بدلت ليهم درت ليهم غشايات في البيض. صافي درت هادوك القلوب حطيتهم تما كاين الصراحة جاو. المهم البيت تغير واحد شوية ونظيف، هادشي اللي كاين البنات. رجعت معاكم اش نقول لكم، نسيت راسي وبارك اخويتكم باقا تشقى وتقادت نسيت راسي، تسيت راسي الحق الوقت ديال صابرين وبقى ما طيبت لا غدا حتى حاجه. المهم مشيت خطفت صابرين وجيت وجيت لهنايا البنات غنشارك معكم. شوفوا ايه غير نشفوا بجافيل كتر جافيل. المهم هنايا كيف ما شفتوا البنات جبت واحد الفلفله كبيره وعندي هنا واحد البصله حتى هي كبيره، غندوز نشحرهم نشارك معكم اسرع اكله اللي كان وقت ما كيشيتش ليا. المهم ندير هنايا مليحه هنا الزيت العاديه وغندوز نشحر هاد الخضره ورجع معكم. المهم هنايا البنات عندي واحد الصدر ديال الدجاج اللي جبته، هذا كان جبته الصباح شو غندير به. المهم هنايا غنشدو غنقطعو غنقطعو قطع صغيره انا بناتي. البنات ما كياكلوش ليا بحق الدجاج، كياكلوا ليا غير الخيدات بحق الجناح، اما الصدر ما كياكلوش ليا بحق الا درت مريقه درت طاجين. اش عاد كندير ليه الصراحه، يا اما كنعمر به مسمنات يا اما كندير مع نديرو مع باستا. كتشاركت معكم الصدر ديال الدجاج ديرو بحق السباغيتي، وعاد كندير ليه هاد مره كندير ليه هاد الطريقه البنات كياكلوه ليا. انا من بعد ما قطعته غنديرو في هاد المقله وغنضيف عليه هو شويه مليحه، شويه الزيت، شويه الزعتر. ما كانت عندي هي بالرستان عجبتك عطتني انا ضفت ستانزا جاي تسلم عليا. وهنايا غندير شويه الزعتر. الوليدات اشي حاجه خفيفه شي حاجه الناس بسيطه كتفرحهم، ثم دابا شفت هذوك لي زهرات جداد هما ديال القديم عجبوها. صافي البنات غنشحرها ورجع معاكم. صافي هنايا البنات سمي صابرين، ها ثم البنات هنايا من بعد ما كنشحر في البصله على الزربه وعندي واحد شويه مطيشه. نتوما عندكم مطيشه ديال القرعه استعملوها البنات، ما عندكمش استعملوا مطيشه العاديه قطعوها وديروها نفسهم البنات. صافي هنايا البنات خديت باستا سفوليا روتوندا كيف ما شفتوا ودرتها في هاد اللاضه. من بعد ما شحرت صدر ديال الدجاج ها هما عرفت الريحه ديالو طالعه كتشهي، غناخذ غناخذ هاد لاصوص اللي شاركت معكم اللي فيه مطيشه وكل شيء يعني خلط قلت لكم هادي من اسرع ما ياكل البنات بلا ما تبقيت تعذبي البصله ديري فيها بوحدها ولاصوص ديري فيه بوحدو ماشي شحري بلا عطريه بلا والو. هادي البنات صافي من بعد ما درت الاولى غناخد هاد الدجاج ديال الصدر ديال الدجاج وغنديرو هكذا
ندير هذه الاولى نحطها في الفران، هذا ندير جوج، ندير واحده اخرى. المهم صافي، وغناخذ الفرماج. هانتوما البنات، الفرماج ديال الموتزاريلا هذا كان داير تخفيض وخديت منه كيلو، نفعني انا بناتي. الشي حماق عليا بحال هاد المرقه ملي نديرها ليهم ولا الطاجين ما كيفرحوش. صافي غندخلها للفران الناس. هانتوما انا خرجتها دابا من الفران، هانتوما كيفاش كتجي. الصراحه كتجي البنات كيف ما كتشوفوا، كنتمنى تجربوهم الصراحه. جاو لذاد 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 البنات لذاد، كيف ما شفتوا حشوه سهله، ما كاين لا ذوقي من هنا لا ديري من هنا، وجاو زوينين وجاو. شوفوا البنات جاو الصراحه ناضين وبنياتي البنات، خاصه صابرين حمقت عليا. جات الصراحه زوينه. المهم غنقطعها ونرجع معكم. كنتمنى تجربوها كيف قلت لكم. هاد باستا صفوليا تفني فيها، عرفتوا اي حشوه اي حشوه هي حاجه. ما ديروش العطريه البنات، انا ما كنديرش العطريه بحكم لا بغيت ندير بيتزا، داكشي ما كيبغيش العطريه، كيجي المذاق لذيذ لذيذ لذيذ. وليداتو ما كياكلوش، ما ياكلش ليه بحكم اللحم، الكفته ما كيبغيش ليه بحكم اللحم. ديروا الكفته بحكم، ديروا حتى الكفته البنات الصراحه هي كتجي زوينه. طون اللي عندك اللي عندك متواجد، المهم حاجه اقتصاديه وبسيطه وبنينه. هنايا البنات غنحبس معكم الفيديو هنايا، غنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله. وكنشكر هنا مرت خويا جابت ليا كيكه جات عندي، كنشكرك بزاف بزاف والله حفظك ليا. صافي البنات عمرنا هنا بليلي ديالاتي، ومهم كان قوتي مع الحباب، هادشي اللي كاين. غنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله وقبل عليكم. خلاص.